السلام عليكم ورحمة الله، معكم المهندس عبد الحق من قناة عبد الحق للزراعة. سوف نتكلم في هذه الحلقة عن فاكهة لذيذة منتشرة في جميع بلادنا العربية، ألا وهي فاكهة الإيجاص أو الكمثرى كما تسمى في بلاد المشرق العربي. هذه الحلقة سوف تكون الثانية عن هذه الفاكهة، وهذا نظرا لكثرة التساؤلات والتعليقات وكذا الرسائل التي تصلني في الخاص حول كيفية العناية بهذه الشجرة، وهل أنصح بزراعتها أم لا. الشجرة أو شجرة الإيجاص تحتاج إلى نوعين من العناية، وخاصة في فصل الشتاء أو في فصل السبات الشتوي. أولهم هي التسميد وكذا تقليب التربة والتقليم. فيما يخص التسميد فهي حالها كحال التفاح والصفرجل، عادة لا تحتاج إلى تسميد غزير أو عناية كبيرة، ما عدا بعض الأمراض الخاصة بالأوراق وكذا في فترة الأزهار، سوف نتكلم عليها لاحقا في وقتها بإذن الله. أهم شيء في فصل الشتاء هو تقليم الشجرة، لأن التقليم يتحكم في حجم الثمار وكذلك غزارة الإنتاج وغزارة الإزهار. لن أطيل عليكم، ننتقل إلى الحقل، وهذا لتطبيق عملي حول العناية بشجرة الإيجاص. لكن قبل ذلك لا تنسوا الاشتراك وكذا ضغط زر الإعجاب، وشكرا. على بركة الله، نبدأ بقص الأفرع النامية باتجاه داخل الشجرة. نقوم بقصها من مكان منبتها، وهذا حتى لا تنمو مرة أخرى. نترك حوالي 1 سنتيمتر على الأكثر. هذا أيضا غصن نامي باتجاه الوسط، نقوم بقصه. كما تلاحظون لا يجب أن نعقد العملية كثيرا. هذه البراعم المنتفخة لا يجب أن نقوم بقصها لأنها عقد
حاملة للأزهار، تكون منتفخة في الرأس غالبا. تلك هي العقد الزهرية. نقوم بقص هذا الفرع أيضا وهذا للتخفيف قليلا. ننتقل الآن إلى الأفرع الطويلة. لاحظوا طولها يتعدى 1.20 متر. يجب أن نقصها في المنتصف بهذا الشكل فوق أحد البراعم. طريقة القص سوف نتكلم عنها في هذا الفيديو بالتفصيل. لاحظ قمنا بقص كل الأغصان الطويلة والنامية باتجاه الأعلى. انظروا كيف أصبح شكل الشجرة، شكل كأس جميل ومتناسق. القطع لا يجب أن يكون بهذا الشكل، حيث أن ميلان القطع كما تلاحظون باتجاه البرعم. اتجاه القطع يجب أن يكون عكس اتجاه البرعم بزاوية 45 درجة، هكذا بالذات يجب أن يكون عكس نمو البرعم بزاوية ميلان حوالي 45 درجة. وكما لاحظتم إخواني أخواتي، هذه الحلقة كانت خاصة بكيفية العناية بأشجار الإيجاص في فصل الشتاء، وإلى حلقات أخرى فيما يخص الإزهار وكذا العناية بالشجرة في مرحلة الإثمار. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.